هي واحدة من يلا كلم يلا سامي يلا هو حاطط اللوجو يلا سامي يلا اهلا بيك بقى اتكلمنا عن اللي دار النهارده في الجلسة وطلباتكم كانت ايه وعن حضورك النهارده طلبات الدفاع تثبت على الأدلة الفنية المقدمة في الدعوة يعني خاصة المدرجة والاسطوانات المقدمة كأدلة الثبوت ضد المتهمين وطلبنا نكب خبير فني لتقريرها وتقرير محتواها وتقديمها للمحكمة وأيضا لهيئة الدفاع. الأمر الثاني سماع شهود الإثبات والنفي في الدعوة وضم الدعوة النصية المتهم فيها عمرو وأيضا شهادة من الجوازات تحركات المتهمين الأول والثاني والثالث في الفترة من 30 أبريل حتى 4/5. حضرتك شايف تهمة التستر وتوجيه تهمة التستر لأعضاء مجلس النقابة شايفها ازاي؟ دي تهمة خائبة قانونا وهي تهمة من وجهة نظري القصد منها صرف نظر النقابة عما حدث عليها من عدوان واقتحام دون وجه حق بالمخالفة للمادة 70 من قانون الصحافة أو من قانون النقابة. شكرا جزيلا. شكرا.